يوم مشروع قانون المالية 2025 جاء بنفس استمرارية الإصلاحات المهيكلة واستمرارية تنزيل وتنفيذ ما تبقى من البرنامج الحكومي الذي تعاقدت عليه الحكومة مع مجلس النواب. كنشوفوا عدد من الأرقام اللي هي بنفس أجرأت مشاريع لا على مستوى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ولا مستوى تحفيز الاستثمار لخلق فرص الشغل ولا على مستوى إصلاح الإدارة. كذلك كنشوفوا عدد من الأرقام اللي هي جد واعدة اللي أعطتنا ثقة أن هذه الحكومة مستمرة بكل واقعية وبكل صدق في تنفيذ وعودها. مثل أن اليوم اللي كنهضروا على الاستثمارات كنلقاو بأن كما فعلت في السنة الأولى والثانية والثالثة زادت من الاستثمار العمومي اللي هو تحفيز كبير لخلق فرص الشغل. كذلك على مستوى تنزيل الإصلاحات المنظومة الضريبية وهو أمر كيشكل دعامة كبيرة لدعم القدرة الشرائية هو الإصلاح اللي وعدت به الحكومة في البداية ديالنا، إصلاح الضريبة على الدخل اللي عاد تستفيد منه 80% من الشغيلة والطبقة اللي محتاجة لدعم في القوة الشرائية ديالها. كذلك الحكومة مستمرة في دعم السكن للذين لا يتوفرون على سكن، مع العلم أن هناك عدد من البرامج الاستعجالية اللي جات إكراها لعدد من الظروف وخصوصا هذه الفيضانات ديال الجنوب الشرقي والبرنامج الاستعجالي لدعم الفلاح اللي كيشكل السنة الثالثة على التوالي، واللي هذا الأمر اللي كيخلي الحكومة صامدة وكيبين على أنها صامدة وقادرة أنها تنتج مثل هذه المشاريع. وأهم حاجة في هذا المشروع هذه ماشي الفرضية وصدقيتها بقدر ما مصفوفة عدد من التوقعات لتدبير ميزانيتي لثلاث سنوات متقدمة، واللي كيعطيها القوة في الجرأة والجرأة في التنزيل وفي التنفيذ ديال عدد من البرامج ديالها.